السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في قناة مكتب المهندس البطرونات. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن ازاي نعمل بطرون وازاي نرفع المقاسات والأدوات المستخدمة في عمل البطرون. لو حضراتكم ما تبعتش الحلقة اللي فاتت اتفضلوا اعملوا لنا اشتراك في القناة عشان تتابعونا في كل جديد، وتشجيع على حضراتكم ان احنا نستمر معاكم لدرجة الاحتراف ان شاء الله. ان شاء الله في حلقات كتير، بس المتابعة مهمة جدا لان هي شبه سلسلة كده. انا عامل شبه سلسلة للمبتدئين من البداية لحد ان شاء الله المستوى الاحترافي، وازاي التعشيق والقص وقص القماش والمقص الكهرباء، وازاي تدير مصنعك او كنت صاحب مثلا او كنت بطرونيست صنايعي تحب تفصل نفسك الشغل او فاتح اتيليه. ان شاء الله توصل معانا لمستوى احترافي عالي جدا بامرك يا رب مع المتابعه ان شاء الله. احنا عملنا في المحاضره اللي فاتت عملنا اساس بطرون بدون بنس، رفعنا المقاسات وعملنا بطرون اساس بدون بنس، وعشان بس وقت الحلقه يعني الحلقه مش هينفع تزيد، ما كانش في وقت ان انا اعمل كوم. فدلوقتي هنبدا نعمل الكوم، طريقه عمل الكوم. اول حاجه زي ما حضراتكم متعودين معايا بتني البطون، بتني الورقه كده وابدا اخد خط مستقيم. طول البطرون الحريمي بيبقى عادة من 60 ل 62 سنتي حسب طلب بقى صاحب المصنع او حسب العينة. انا بفضلها تبقى 62 افضل. معظم الشغل يعني 60 دي ممكن تلاقي فيها مشاكل شوية. 62 هنبدأ نعمل كم. كم عادي خالص مفهوش قصات. طبعا هنعمل ان شاء الله اشكال الكم، سواء كم بقطعتين ان شاء الله مع البليزر ببنس، وهنشوف ازاي نصرف البنسه في الكم. كل ده مع الوقت ان شاء الله. انا خدت الطول بتاعي من البدايه، من نقطه البدايه لحد هو 62، وخدت خط مستقيم. اول حاجه بعملها بعمل السقوط. طبعا انا عامل مقاس صغير هنا، احنا قلنا المقاس دوت هيصفى 21 يعني 42. ده المقاس بتاعنا البلوزة اللي عملناها او البودي زي ما حضراتكم تسموه. ده مقاس 42. هبدأ اعمل الكم. السقوط 12 سنتي وده متغير 12 سنتي، واعمل خط مستقيم من تاني حاجة. لو صعب عليك تعمل خط مستقيم يعني ممكن عادي، ممكن تعمل 12 سنتي و 12 سنتي من هنا وتعمل نقطة وتوصل ببعض او توصلي ببعض. الموضوع سهل يعني. وسع الكم او العضلة هنقول 18 سنتي من بداية النقطة اللي انا خدتها دي 18 سنتي، وهعمل نقطة كده وهبدأ أوصلها. هنقول وسع الكم، الوسع السويرة من تحت أو الكم، وده كم عادي. هنقول مثلا 12 سنتي وهعمل نقطة وأبدأ أوصلها مع بعض. المسافة ال 18 سنتي ديت أنا باخدها على التلتين يعني على التلاتة مثلا، زي ما حضراتكم متعودين ان احنا بنستخدم الآلة عشان ما يحصلش لخبطة في المقاسات بتاعتنا. هنقول 18 على 3 هيدينا 6 سنتي. اجي من بداية من اخر نقطة هنا 6 سنتي وهعمل نقطة كده وهبدأ اطلع لفوق خط مستقيم
خط مستقيم لفوق قيمته 5.5 سم. هنقول دي اساسيات حضرتك هتبقى معاك شغال بيها. ممكن تحتاج حسب الموديل تحتاج ان انت تغيرها، دي مع الوقت حضرتك هتبقى محتاج ان شاء الله تعمل كده حسب الموديل اللي معاك انت هتعمله. ونبدا نوصلها للكيرف بتاعنا بطريقه مبسطه كده زي ما حضرتك شايفين اهو. وهبدا اجي الكيرف دي ماسكه دي توصيل اهو، هبدا اعمل الكم اهو هي عند النقطه تحت البدايه وهعمل كده اهو وهبدا اوصلهم لبعض زي ما حضرتك شايفين كده.